نحن نزحهم ريف حماة الشمالي، نقطن في ريف اللي بالجنوبي في مخيم أبو الوليد. بصراحة هاي الأرض الزراعية اللي نحن ضمناها على حسابنا وعملنا عليها مخيم وسكننا فيها فيها الوضع هذا السيء بسبب النزوح القسري اللي تعرضنا له. طبعا الخيمه التي لا تقي حر صيفي ولا برد شتاء، يعني بصراحه خيمه هلق نحن صرنا 6 سنوات نازحين، 6 سنوات نقطن في خيام. الخيمه اللي تعرضت لاشعه الشمس ولا وتعرضت لبرد الشتاء اصبحت غير صالحه للسكن. هاي المساله اللي نحن عم نعاني منها كثير، وهلق نحن مقبلين على بدايه فصل الشتاء، فصل الخير ان شاء الله تعالى. يعني بصراحه الخيمه عم تنزل علينا مي، عم تنشي مي، ما في ولا خيمه ضابطه من اول مخيم لاخر المخيم، لانه المده الزمنيه اللي صار لها مبنيه الخيمه مده كبيره 6 سنوات. حكيت لما اللي قالوا عدونا على اساس جو خيم، والله ما في لك يخص الشتوي بخا ايه بده يجيبوا الخيم، بيجيبوا الدنيا سماء وماء. هاي خيمه، هذيك الخيمه والله عاريه، يا ريتكم كمان معطينا النايلو. قال نايلو بيعطي المشوب، والله العظيم ما اعطانا غير البواري. والله نمت فيها هذه، هاي على الارض هذيك. الله قريب زعلت.